كثيرة هي المحطات التي مرت بها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من تلك التي فتحت نقاشات كبيرة حول مصداقية هذه المؤسسة برمتها، آخرها كان ما ورد في جريدة الأخبار حول استعانة المحكمة بخبراء إسرائيليين ومن أجهزة رسمية أمريكية ناشرة أسماء خبراء سريين ثلاثة وهم ريتا كاتس، ماثيو ليفيت وروبرت بير الذي كان لنا لقاء معه سابقا سنعود إليه نهاية التقرير. كان في مبارح تقرير صحفي بجريدة الأخبار بيقول أنه في ثلاثة هن من روبرت باير وريتا كاتس وماثيو ليفيت أو ليفيت هن موظفين بالمحكمة هؤلاء إسرائيلية. نحن عادة ما منعلق على أي تكهنات بتنشر بالصحف. نحن ما يعني ما منفوت بديتيلز. البداية من ماثيو ليفيت وهو مدير سابق لبرنامج مكافحة تمويل حزب الله في وزارة الخزانة الأمريكية وكاتب كتاب بعنوان حزب الله The Global Footprint of Lebanon's Party of God. What differentiates your book from other texts about Hezbollah? There are lots of books out there on Hezbollah. Almost all of them focus on Hezbollah as a political and social actor in Lebanon, which it is. But it is also a militia and a criminal organization and a terrorist organization. ليفيت جاء إلى فريق الادعاء كخبير مساعد مع الإسرائيلية ريتا كاتس وهي تدعي خبرتها في ملف المجموعات الإرهابية. التحقت بالجيش الإسرائيلي وتخرجت من جامعة تل أبيب، وفي المعلومات التي استحصلنا عليها من أروقة المحكمة أن كاتس كانت تعد من فريق الادعاء الذي وظفها لتكون شاهدة ترتكز شهادتها على إيجاد تناقضات في فيديو أبو عدس لتدحض به إمكان انتمائه للقاعدة، غير أن الشهادة هذه تم إلغاؤها قبل يومين من موعد إجرائها ليتوقف بعدها عمل كاتس مع المحكمة وتذهب معها كل الوثائق والأدلة التي كانت مرتبطة بمهمتها مع فريق الادعاء من أوراق المحكمة نهائيا. The video shows the beheading of Stephen Sutler. في هذا الفيديو الأهم مما تتحدث عنه كاتس هو ظهورها مع روبرت بير، وهو الاسم الثالث الآتي من المخابرات الأمريكية CIA للعمل مع فريق الادعاء. ماذا كانت وظيفة بير في CIA إذن؟ His name is Imad Mugniyeh. He's Lebanese, born 62. He had trained with Fatah. So you and your friends in Lebanon decided you wanted to take him out. Sure. What was so difficult? He stayed off any sort of communications, moved from night to night. He completely disappeared into the southern suburbs, which he could do. That was what we called a denied area. هذا كان إعلان وثائقي بعنوان المطاردة الذي عرضته الجديد في 14 من أيار عام 2015 عن مطاردة العميل الأمريكي بير لعماد مغنيه منذ منتصف الثمانينيات وحتى المحكمة الدولية. وهو وثائقي يتضمن مقابلة مع بير حول دوره في المحكمة سيعرض فور انتهاء هذه النشرة. ثلاثة أسماء تأتي من خلفيات بحدها الأدنى معادية لحزب الله، أما بحدها الأقصى فهي معادية للبنان عموما، يستحصلون على رواتبهم من جيوب اللبنانيين عبر هذه المحكمة، وذلك لا يحصل إلا في لبنان. جاد غصن، قناة الجديد.